لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين الذين تقدموا بطلب تسجيلهم لأداء مناسك الحج لموسم 1438 من الهجرة أن عملية القرعة لتحديد قوائم الحجاج ستجرى بصورة علنية على مستوى القيادات والمقاطعات بمختلف عملات وأقاليم المملكة ابتداء من يوم الاثنين 6 يونيو إلى غاية يوم الجمعة 17 يونيو، وذلك حسب الزمن والمكان اللذين تحددهما السلطات المحلية. وللمزيد من المعلومات حول عملية القرعة يمكن الاتصال بمكاتب التسجيل. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك.